شو لاقيكي مبسوطة على جاية عاصي؟ مبسوطة فيكن انتو الاثنين وزعلانة عليكن كتير. ليه 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 ليش امي ليش؟ اخوكي مو راضيان يتجوز وانتي لحد هلأ ما حدا دق بابنا، كله من ورا عملية ابوكي. معفاه ان شاء الله. الله يعافيك ان شاء الله. دكتور بنتي من امبارح ما حكيت لها كلمه. طولي بالك ان شاء الله خير. مبدئيا رح تضل تحت المراقبه، بس بيأسفني انه رح تضل تعاني من مشكلات بالنطق. معفاه ان شاء الله، يعطيك العافيه. تسبي ابوك يا بنت الكلاب؟ ها؟ بدك خرسان. سناء سناء امي سناء، شو شارتي؟ ما في شيء امي، ما في شيء. لك يا امي ما بدك تنسي اللي صار. ما في شيء امي، ما في شيء اصلا، ما في شيء مأثر علي، ما في شيء. لا والله مانك مبسوطة، فوق كل هذا ابتليتي فيني، ما كنت أعرف إنه أنا رح أوصل لهم. كل عمري كنت أدعي لربي إنه لا يبركني وما أحتاج حدا، هيك قدره. شو كنت رح أعمل لولاكي ما بعرف. روحي الله يرضى عليكي من ساسك لراسك يا سناء يا بنتي. امي ما تقولي هيك، انا مش 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 مجبوره فيكي. يا الله ما احلى الموت، مرتاحه ومريح. امي لما تقولي هيك، تعي 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 خلينا نبلش اكل مشان تاخذي دواكي. أمي يلا تقبريني أمي يلا